السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض او هعمل معاكم البتر تشيكن. وجبة حلوة قوي وظريفة كده وسهلة. ممكن نقدمها طبعا مع رز بسمتي ابيض وشوية من البقدونس. طريقة التقديم اختياري. انا هنا مقدماها في طاجن وحط عليه كده شوية من الكريمة. لو اول مره تشوفي قناتي ما تنسيش تعملي لي لايك وشير وسبسكرايب، ودي هي لذيذه قوي بصراحه، يعني حلوه. يلا نشوف الطريقه والمقادير. هنا انا معايا صدر دجاج متقطع مكعبات، بتقدري تحددي الكميه دي على حسب استعمالك انتي. ومعايا ملح وفلفل اسمر وكزبره وشويه من البابريكا، وهحط كمان حوالي 3 معالق من اللبن. هو اللبن عبارة يعني عن حاجة سايلة كده بس عشان اعرف اقلب المكعبات الدجاج اللي معايا دي. وهقلب المكونات بتاعتي دي كده كلها مع بعضها. اقلبها تقليبة كويسة بحيث ان انا ادخل كل البهارات اللي انا حطيتها في مكعبات الفريخ. ده عبارة عن كاري هندي. انا ضفت معلقة، ممكن تصعدي عنها وتحطي كاري عادي، بس انا حطيت دوت لان ده ما فيهوش شطة. الكاري بتاعنا المصري بيبقى فيه شوية شطة، فانا ما حبيتش ده. اول حاجة هنا انا حطيت مكعبين من الزبدة زي ما انتوا شايفين كده، وهحط عليه شوية زيت صغننين قوي لان الزبده لو حطيناها لوحدها بتتحرق عشان فيها طبعا لبن. فحطيت بس شويه زيت صغيرين زي ما انتوا شفتوا. النار متوسطه، واول ما الزبده بتاعتي هتبتدي تدوب هبتدي انزل ببصلايه كبيره متقطعه مكعبات صغيره. بس استنى بس الزبده تدوب شويه. احط البصلايه بتاعتي دي، بصلايه كبيره 2 وسط زي ما تحبي. دول كانوا 2 صغيرين او 2 وسط، واحده ابيض وواحده اللي هي البصل الاحمر. كده بعد ما البصل بتاعي داب شوية مع الزبدة، حطيت معلقة كبيرة من الثوم. هقلب لحد ما التوم بتاعي برضو ياخد يعني يدوب شوية كده مع البصلاية اللي هي مفرومة دي. وبعدين ضفت 3 طماطميات متقطعين مكعبات. 3 طماطميات دول صغيرين مش كبار يعني. وبعدين هبتدي اضيف البهارات بتاعتي، وهي عبارة عن فلفل اسمر، بهارات وكزبرة وبابريكا، ورقة لورا، واحدة حبهان، ومعلقة صغيرة قوي من بهارات الجرام مسالة. بهارات الجرام مسالة دي موجودة عند اي عطار، بس العطارين اللي هما الكبار. لو مش عايزة تضيفيها ما فيش مشكلة، ممكن ما تحطيهاش وتصعيدي عنها بمعلقة كبيرة من الكاري. وحطيت الملح بتاعي ونص معلقة سكر، وحطيت كمان معلقة خل. هكتب لكم كل المقادير بتاعتي او كل التوابل اللي انا هستعملها في صندوق الوصف عشان ما تهوش بس من البهارات الاولانية والتانية.
بعدين هبتدي اضيف المية واسيب الخليط بتاعي دوت يستوي كويس قوي. هو كده بعد ما غلي شوية هضيف يعني حبة صغيرين قوي من الكاجو. الوصفة الأصلية لازم يتحط فيها كاجو، بس انا عن نفسي ما حسيتش بطعمه قوي، فممكن ما تحطيهوش، يعني ما حسيتش ان هو عامل اضافة يعني. بعدين جبت جريل وحطيت فيه شوية زيت وابتديت احط مكعبات الفراخ بتاعتي. مش هحط كتير عشان الفراخ ما تنزلش المية بتاعتها زي ما انتوا شايفين كده، وقلبتها على الناحيتين لحد ما يستوي، وكل شوية هيستووا هطلعهم واحط شوية اللي بعديهم. هما كده خلاص تقريبا استوت، فبطلعها وبحط الشوية اللي بعديهم زي ما انتوا كده شايفين، بس ما نحطهمش على بعض، نحاول نخليهم جنب بعض كده عشان يستووا كويس، وما بطولش عليهم في فترة السوا عشان الفراخ بتاعتي ما تنشفش. يعني شوية صغيرين على الناحية دي، وبعدين بقلبها برضو نفس الطريقة، مش عايزاها تستوي سوا كامل لان لسه هحطها في الخليط اللي احنا عملناه في الاول. وبرضو بطلعها وبحط باقي الكمية، بفضل اعمل كده لحد ما اخلص كل الكمية اللي عندي. دي كانت اخر دفعة انا حطيتها من الفراخ. ده الخليط اللي احنا عملناه الاولاني بعد ما استوى وطفيت عليه، هو كده بالشكل ده. هنحطه كده؟ لا طبعا مش هنحطه كده، هروح هضربه في الخلاط. بعد ما ضربته في الخلاط جبت الطاسة بتاعتي برضو، وبعدين حطيت الخليط بتاعي بعد ما ضربنا طبعا في الخلاط ضربة كويسة قوي لحد ما يبقى ناعم كده زي ما انتوا شايفين. طبعا انا مشغله النار وحطيت الخليط وهبتدي اقلبه كده. هو الخليط بتاعي دوت فيه كل التوابل، مش هحط عليه اي حاجه، هدوق بس الملح بتاعه لو هو محتاج شويه ملح وخلاص، انما احنا حاطين فيه طبعا كل التوابل بتاعتنا، فمش محتاج ان انا احط اي حاجه تاني. انا بس مستنيه عليه ان هو يغلي شويه. هنا انا زودت شوية ملح لان هو كان محتاج ملح، ومش هزود عليه اي اضافات تاني غير الكريمة. الكريمة ما بضيفهاش في الاول عشان الكريمة اي كريمة في الدنيا لو حطيناها على البوتاجاز وفضلت تغلي كتير يعني بتفصل، فالكريمة بحطها اخر حاجة في اي وصفة. الكريمة لما بتغلي زيادة عن اللزوم بتفصل كده، بتبقى مش لذيذة يعني، فبحط الكريمة في الاخر. اول حاجة حطيت ربع كوباية من الكريمة، واستنى لما اقلبها خالص وبعدين بضيف الربع كوباية التانية. بعدين هنزل بالفراخ بتاعتي اللي انا عملتها وهقلب طبعا الخليط ده كويس جدا. وهقلب الخليط بتاعي كويس زي ما قلت لكم، والمفروض ان انا هسيبه لحد ما يغلي، يعني حاجة بسيطة ما يغليش كتير، هما غلوتين بس. في التوقيت دوت انا رحت عملت الرز البسمتي، رز بسمتي ابيض عادي جدا. انت ممكن تعملي رز ابيض ما فيش مشكله، اللي يريحك، ابيض عادي مصري او بسمتي زي ما تحبي. وصفه حلوه قوي وطعمها حلو كمان، بس هي بهاراتها تقيله شويه. يعني الجرام مسالة دوت مع الكاري الهندي اللي انا حطيته كان الموضوع تقيل شويه، بس هي طعمها حلو قوي.
بصوا خلاص كده هي يعتبر خلاص غليت ومش محتاجة ازود عليها في السوى اكتر من كده. هو تقريبا دقيقتين كده بس يغلوا وبعدين بطفي عليها على طول. شايفين كمان لونها حلو قوي. خلاص كده انا هطفي عليها واروح احطها في طبق التقديم. هنا انا حطيته في طاجن عادي كده يعني ديكوريشن، بس حطيت شوية كريمة من فوق وهزين من فوق برضو بشوية من البقدونس المفروم، حاجة بسيطة بس عشان الولاد ياكلوا. عارفين لما بنقدم الطبق بشكل ظريف كده بيعجب الولاد، بيفرحوا بيه جدا وبياكلوا، وده اللي احنا عاوزينه ان الولاد تتغذى كويس. يا رب الوصفة بتاعتي النهاردة تكون عجبتكم، وتكتبولي في الكومنتات حلوة مش حلوة، يعني تتواصلوا معايا كده وتكتبولي في الكومنتات عجبتكم ولا لأ، واللي جربها برضو يكتبلي في الكومنتس ان هو هجربها او هيعملها، يعني تواصلوا معايا في الكومنتات كده. ده كان اول طبق انا قدمته في الطبق الفخار بتاعي، وقدمته برضو بطريقة تانية مع الرز البسمتي. يعني تقدري تقدميه بأي طريقة، لو عندك قالب بتاع مولتن كيك ممكن تحطي رز وبعد كده تحطي معلقتين على الرز من فوق، نقلب الطبق ونحطه، برضو بتدي منظر حلو قوي. يا رب وصفتي النهاردة تكون عجبتكم، ومع السلامة.